فين؟ راحت فين يا ماما؟ فرشة الاسم بتاعي التلياني الـ24 كانت تحت. معرفش انا معرفش هي فين. امال مين اللي يعرف؟ مين اللي شالها يعني؟ عفريت؟ عفريت؟ هو في عفريت يستجري يجي هنا في وجود سعادتك؟ مع الخفة. فين بقى؟ خلصي. ليش عرفني؟ انا اسفة قوي قوي. هي شبكت كده وانا طالعة كانت في ايدي اهي. انا اسفة حبيبي. مش عيب. استنى دافنشي. دافنشي استنى بس. نعم دافنشي. نعم لو سمحت يا استاذ دافنشي. افندم انا بس عايز اسالك سؤال. نعم. واحد بس حضرتك. اتفضلي. هو انتوا عندكم يعني في معشر الجن والعفاريت والحاجات دي كده عادي يعني ان انتوا تتحرقوا وتموتوا وبعد كده ترجعوا تاني كده عادي برضو يعني مفيش مشاكل خالص يعني ولا ايه؟ سؤال فعلا مهم قوي. طب معلش طب تسمحي لي انا بسؤال الاول. طبعا اتفضل حضرتك اسال. انتوا عندكم في معشر الانس والبني ادمين وكده الهبل ده عادي صفه منتشره كده؟ طب ليه كده حضرتك يعني ليه الغلط ده؟ على فكره انا ما اقصدش اي اهانه. او لما حضرتك توصفني انا بالهبل تبقى مش اهانه؟